هذا مستمع بعث بسؤالين، يقول في أولهما: هل يجوز الشرط الجزائي في البيع والشراء؟ فمثلا عندما يشتري شخص من شخص شيئا، أو يبيع شخص إلى شخص شيئا إلى أجل محدود، فإذا تأخر عن الموعد المحدد يزيد عليه بالمبلغ، ما حكم هذا العمل؟ هذا ربا الجاهلي ولا يجوز. إن المدين إذا لم يسدد الدين عند حلول الأجل يزاد عليه ويمدد في الأجل، هذا ربا الجاهلية الذين يقولون إما أن تسدد وإما أن ترضي، فيزيدون عليه مقدار الدين ويفسحون له في الأجل. الله جل وعلا حرم ذلك وتوعد عليه بأشد الوعيد. فإذا حل الأجل، إن كان المدين موسرا فإنه يجب عليه الوفاء، فإن امتنع فإنه يلزم بالوفاء، حتى ولو أدى هذا إلى أن الحاكم يتدخل ويأخذ من ماله ويبيع ويسدد دينه. قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، والواجد هو الغني وليه مطلته. أما إن كان معسرا فإنه يجب إنظاره بدون زيادة. قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. نعم. قد يكون هذا الشيخ في عقود البيع والشراء يعاقد على أن يبني فلة مثلا بكذا، هذا ما هو بشراء، هذا استئجار، وله ذلك اشتراء، هذا استئجار. إذا استأجره على عمل وحدد مدة لإنجاز هذا العمل، ولكن الأجير أو المقاول تأخر، فإن كان هذا بدون تفريط منه وبغير اختياره فلا يجوز أن يعاقب، لأنه معذور. أما إذا كان هذا بسبب تكاسل منه أو عدم مبالاة، فإن بعض العلماء يجيز أن يوضع عليه شرط جزائي، أنه إذا تأخر عن أداء العمل في المدة من غير عذر فإنه يخصم عليه، ما هو يزال عليه، يخصم عليه من المقاولة. نعم. أحسن الله إليكم.